مساء النور، مساء الخير. لحد كات كديري، لبس عليكم مزيانين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون اموركم هي هذيك ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم من جديد معايا في قناتكم قناه حسنة امين. اليوم ان شاء الله من ضمن التدابير والحيه المنزليه غادي نحضر معكم واحد الخلطه او وصفه غزاله بزاف خطيره لتلميع المعالق ديالكم او الفراشات، الماس، مهم الحكاكه ديال الثومه، اي حاجه معدنيه صغيره عندكم تصلح ليها هاد الخلطه هادي. وكيف ما كتشوفوا معايا الغزالات ديالي، المعالق ديالي كلهم طبين ومسخين، وكذلك حتى المواس انتما كتشوفوا كل شيء على عينكم. فعوض ما ناخذ حاجه بحاجه نبقى نغسلها وياخذ لي الوقت اللي هو الطويل، خصوصا الا عندكم مثلا بزاف المعالق او الماس الفراشات، غادي ياخذ لكم واحد الوقت اللي هو طويل. هنايا البنات، هاد الوصفه هادي كتسهل عليكم تغسلوهم في خطره واحده وبدون مجهود ولا بدون يعني حك او لا دعك دوك المعالق. على بركه الله غادي ندوزو مباشره للوصفه ديالنا. غادي ناخذ واحد الاناء، طنجره او لا كاسرول اللي غادي تكون شويه غارقه اللي غتهز لكم هاد المعالق ديالكم. هنايا البنات خديت هاد الاناء اللي درت فيه كاع داكشي اللي بغيت نغسلو. انتما كيف ما كتشوفوا البنات، صافا البنات من بعد غادي نضيف عليهم واحد الكميه ديال الملحه. ما نقدرش نقول لكم القياس البنات، على عينكم ميزانكم وعلى حسب داكشي اللي عندكم. هنايا البنات خديت الملحه والمكون الثاني راني درتو في الفيديو السابق، درتو في الخلطه ديال البوتاكاز. غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الرابط اللي مازال ما شافوش غادي نخليه لكم. غادي نضيف ليهم بيكربونات دو صود، فعال البنات هاد المكون هذا في التنظيف. ثالث مكون الغزاله ديالي اللي هو الخل، يا اما الخل الحامض او الخل العادي اللي عندكم متوفر عندكم. رابع مكون اللي هو سائل الاواني، يعني السائل باش كتغسلوا الماعن، سواء يكون سائل او معجون. صافا البنات، اخر مكون اللي هو كنعتبره المكون السحري في تلميع المعالق والفراشات والماس اللي هو الالومنيوم. الالومنيوم البنات كتاخذوا واحد شويه جوج ورقات بهذا الشكل وتكمشوهم وتغطسوهم مع دوك المعالق والفراشات، وتضيفوا عليهم الماء يكون غليان، يعني يكون سخون بزاف. فهمتوني البنات؟ هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في هاد الخلطه هادي. بالنسبه للالومنيوم البنات اللي هو ضروري وضروري في هذه الوصفه، هو اللي كيخلي داك اللمعان يبقى لينا في المعالق والفراشات والماس. المهم البنات من بعد ما درت الماء يكون غليان، غادي نشعل عليهم البوطه تقريبا من 5 حتى 10 دقائق فقط، وطفيو عليهم وخليهم يرقدوا المدة اللي تبغيو نتوما، يعني ماشي شرط يكون ساعة ولا ساعتين، ماشي شرط، يعني نص ساعة، ساعة، ربعة سوايع، ماشي ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبة لهاد الخلطة البنات صدقوني راه فعالة بمعنى الكلمة. بالنسبة هانتوما البنات غادي نوريكم، هذا راه فيه واحد شوية ديال الصدى، وراه هاد الخلطه حيدته لي انا كنهضر على الصدى اللي غادي يكون خفيف، يعني الصدى يكون خفيف ماشي الصدى داك القوي اولا الكثير. وتجربوا هاد الوصفه هذه وتقولوا لي احسن راه ما تحيدش لي الصدى، انا كنهضر على الصدى يكون خفيف. اما المهمه الرئيسيه ديال هاد الخلطه هذه هي كتحيد لك دوك الاوساخ ودوك وكتخلي المعالق والفراش ديالك لامعين، ما كيبقاوش مضببين. انتما البنات هو دا الصدى اللي عندي في هذا، صافي راه غيتحيد. دابا نوريكم من بعد كيفاش تحيد. صافي البنات لهنايا من بعد ما غلى ليا هاد السائل هذا، غادي نطفي عليه البوطه. كيفاش غادي تغسلوا هاد المعالق ديالكم البنات؟ غادي تطفيو عليه البوطه، غادي تخويو داك السائل، صافي
ترميوه وديروا الماء بارد، يعني الماء ديال الروبيني عادي، وتضيفوا عليه سائل ديال الماعن. صافي البنات غتخلطوا هكا، غير تحركوا شويه بيديكم وتشللوهم عادي، ما تحكوهم ما تفركوهم ما والو، يعني غير غتخلطوهم بيديكم واحد شويه صافي. وها هي النتيجه البنات. من بعد ما تشللوهم غادي ديرهم يسقطروا في واحد الشبيكه وتمسحوهم ضروري بزويف، يعني كنأكد عليكم انكم تمسحوهم باش ما يتصداوش ليكم ويبقاو محافظين على داك اللمعان اللي فيهم. انتم البنات ما شاء الله لامعين، ما بقاوش مضبوبين، يعني الخلطة فعلا سحرية وفعالة. نتمنى البنات نكون فدتكم في هذا الفيديو هذا، ونتمنى تكون عجباتكم هذه الخلطة، يعني الخلطة اللي هي سهلة والمكونات ديالها متوفرة في جميع البيوت ديالكم. تل هنا يا الغزالات ديالي، كنقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو، خليتكم على خير، بسلامة.